مرحبا، اسمي ليلى دفراوي. درسنا اليوم بالفيزياء راح يكون عن حركة الأقمار الاصطناعية. بنبلش هيك درسنا. شو أهداف درسنا اليوم؟ بدنا نحكي عن قوة الجاذبية، إنها هي كقوة مركزية في الحركة الدائرية، العلاقة بين سرعة القمر الاصطناعي، كتلته، والمسافة بينه وبين الكوكب أو جرم سماوي آخر، قانون كيبلر الثالث، وراح يكون عندنا أسئلة وتمارين في درس اليوم. نبلش درسنا. شو هو القمر؟ القمر هو جسم بدور حول جسم سماوي آخر، ممكن يكون حول كوكب أو أي جرم سماوي تاني. في نوعين من الأقمار، في أقمار طبيعية مثل القمر لما بدور حول الكرة الأرضية، الكرة الأرضية لما بدور حول الشمس، أو حلقات زحل. في أقمار اصطناعية، أقمار اصطناعية مثل المحطات الفضائية، أقمار الاتصالات مثل الجي بي اس، أقمار أحوال الطقس. كيف فكروا في البداية بالأقمار الاصطناعية؟ نيوتن وأول واحد فكر بالإشي. نيوتن بيقول إذا فكر، إذا إحنا حطينا قذيفة على جبل عالي وأطلقنا القذيفة، فهي راح تتحرك بشكل أفقي. كيف تعلمته قبل في الحركة الأفقية؟ فهي راح تصطدم في الـ في في الـ في الأرض وتعمل حركة، تعمل حركة أفقية. إذا أطلقنا القذيفة بسرعة أكبر فراح تعمل مسلول أكبر. كل هذا طبعاً بسبب الجاذبية. ففكروا قال إذا إحنا في احتمال إن نرمي القذيفة في سرعة كافية وكبيرة، ففي احتمال إنها تدور حوالين الكرة الأرضية، راح تصل يعني لمسافة أبعد. أوكي. فعملياً إحنا من خلال الجاذبية نقدر نخلي الجسم يتحرك حول الكرة الأرضية. من خلال الجاذبية. كيف؟ في عنا هون القمر الاصطناعي هو بيمشي حوالين الكرة الأرضية في شكل دائري. بما أنه بيتحرك في شكل دائري، فهذا بيعني أنه قوة الجاذبية اللي موجودة هون تعتبر قوة جذب مركزي، كيف ما تعلمته من قبل عن الحركة الدائرية. لهيك حسب قانون نيوتن الثاني، فإحنا بنقدر نقول إنه قوة الجاذبية الموجودة هون هي تساوي الكتلة ضرب التسارع. التسارع في الحركة الدائرية يساوي V تربيع على R. من هون نوصل للمعادلة إنه G الكتلة الكرة الأرضية ضرب كتلة القمر الاصطناعي على R تربيع تساوي كتلة القمر الاصطناعي ضرب سرعته تربيع على R. مهم جدا هون ننتبه انه ال R هو من مركز الكرة الأرضية. نختصر الكتلة ال R تربيع مع ال R. من هون بنصل لتعبير رياضة V تربيع يساوي G الكتلة الكرة الأرضية على R. من هون إحنا بنستنتج إنه السرعة، طبعاً من هذا اللي إذا بنعمل جذر للتعبير اللي وصلنا له هون، فبنعرف إنه جذر، نقدر نستنتج إنه جذر G M على R هو يساوي السرعة. فإذا بدنا نعرف قديش السرعة اللازمة لحتى قمر اصطناعي يدور بحركة دائرية حول الأرض، هو جي ام جذر الجي ام على R. ننتبه هون لكم من شغل. سرعة القمر الاصطناعي فيش إلها علاقة بكتلته. الام هون اللي احنا حطناها في المعادلة تمثل كتلة الكرة الأرضية. شو بتتعلق؟ تتعلق السرعة كمان مرة في كتلته وفي R، في بعد القمر الاصطناعي عن الكرة الأرضية. بما أنه البعد R المسافة موجودة في المقام، فهذا بيعني أنه كل مكان
البعد أكبر، فإحنا عمليا نحصل على قيمة سرعة أقل. كل جرم، كل قمر اصطناعي موجود في بعد معين له بس سرعة واحدة حسب المعادلة اللي وجدناها هون، لأنه جي هو ثابت، القيمة اللي له طبعا تقدر وجود في قائمة القوانين، والكتلة تبعت الكوكب كمان ثابتة، فاحنا ما نقدرش نحصل على سرعة غير سرعة واحدة ملائمة لكل بعد. شو يعني السرعة واحدة لكل حركة دائرية مثل ما حكينا قبل؟ حسب المعادلة اللي وصلنا لها، إذا كانت السرعة أصغر أو أكبر بشوي فالقمر الاصطناعي راح يتحرك في شكل بيضوي. إذا كانت السرعة حسب كيف إحنا وجدنا من قوانين قانون نيوتن الثاني والحركة الدائرية، فهو راح يعمل مسلول دائري. إذا كانت السرعة قليلة بكثير فهو راح يصطدم في الأرض، وإذا كانت السرعة عالية جدا فهو عمله راح ينفصل عن الكرة الأرضية وراح يعمل مسلول ومسار غير المسارات المعطية معنا. شو بنقدر نحسب كمان؟ بما أن احنا بنحكي عن حركة دائرية، فنحن بنعرف أنه بالحركة الدائرية السرعة هي ثابتة حسب كيف تعلمته من قبل. بما أنه السرعة ثابتة ومن المعادلات اللي كنا تعلمناها من قبل في الحركة الدائرية، فإحنا بنعرف أنه الزمن دورة كاملة ويساوي 2 باي آر على V. الV السرعة وجدناها في بداية الدرس تساوي جذر G ضرب M على R. من هون نقدر نكتب المعادلة بشكل ثاني، و 2 باي R ضرب جذر ال R على جي M، أو 2 باي ضرب جذر R للقوة 3 على جي M. لحتى نحصل على تعبير رياضي أهون، فبنقدر نعمل تربيع للطرفين. من هون نوجد معادلة جديدة، تي تربيع تساوي 4 باي ار تربيع ضرب ار للقوة 3 على جي. المهمة في القسم الأول لليوم، القمر هو قمر طبيعي للأرض كيف ذكرنا في بداية الدرس. نفترض أنه بدور حول الكرة الأرضية بحركة دائرية. عنا معطيات مهمة: كتلة الأرض هي 6 ضرب 10 على القوة 24 كيلوغرام، والمسافة بين القمر والأرض هي 400,000 كيلومتر. ألف، احسب سرعة دوران القمر حول الأرض. ب، احسبه بواسطة معطيات السؤال وجبتكم في البند السابق الزمن اللازم للقمر لإتمام دورة كاملة، وكتبوا إجابتكم في وحدة أيام. جيم، إذا كان القمر أقرب إلى الأرض من المسافة المعطاة، يعني ببعد أصغر من 400 كيلومتر، فهل سرعة القمر رح تكون أكبر أقل أو مساوية للسرعة اللي وجدتوها في البند ألف؟ 2، زمن دوران القمر حول الأرض رح يكون أصغر أكبر أو مساوي لإجابتكم في البند ب. وطبعا مهم جدا انه تعللوا وتفسروا اجابتكم. هذا هو القسم الاول لليوم. القسم الثاني نشرحه كمان شوي.